سيدي بطل العالم. بطل انا حبدأ هتفرج عليه. الحمد لله احنا كده كويس بطل ان احنا الاتحاد السكندري خلصنا الحمد لله. احنا كنا في فتره الفاصل دي لعبنا كل الالعاب الحمد لله تمام وجبنا برافو وتلعب 100 120 الف مبروك. الله يبارك كويس انك كسبتي والله. أنا يلا كسبت روح بقى. يلا بينا حبيبي. طيب طب تعالى نقبل ايه اعمل ايه احي علينا ده بيقول لك ما تصورتش. بس انا بصي عايز اقول لك انا كنت بقول لما هتم 30 هشتغل مدرب باسكت. فانا تميت ال 30 اول امبارح. انت هتمرن مين؟ انا همرنك بقى زقله. انت بقى يلا عبد حميد زقله اتفضلي ضايعه اتفضلي. والله العظيم انت مواهم. المجد مستنيكي. انت واهم. طب شفتي بقى. طب اتفضل اهو اتفضل انت بقى. ما هو ايه وريني مش مدرب. ايوه انا بوريكي. برافو شفتي بقى اهو سهله جدا اهي سهله جدا. يا سلام اهي شفت البلاوي. ها الكره مالها فسكانه كده. ده يعني جايب لنا يعني ولاد حلال جابوا لنا باسكت صغير كمان عشان خاطر ايه على قدنا بتاع الاطفال اللي هو اسمها ايه كانتيلوبا مش بطيخه. هي المفروض كانت تبقى البطيخه الكبيره اللي بترن جامد دي اللي انت كنت بتقول دي سمعتها. هي تمام دي بس انت عماله تبعدي ليه هتفضحينا. قربي اهو يا عيني يا عيني على الحول. فرقت حول رسمي. طب ايه تعرف طيب. تخطفيها تعالى ما فيهاش حيل ركبي بايظه. برافو تعالى ايه بقى. طب اسمع خمسه سكور انت وانا خمسه وراك ونشوف مين هيكسب. يعني كل واحد يشوط خمسه ونشوف مين هيكسب. يلا اتفضل. طب نقف فين هنا؟ طبعا اكيد وانت عشان طويل. لو انت وقفت هنا برضه اهو. طب اتفضل ارجع شويه عشان الكاميرات. انا عارفه ان انت ناقص تجيب بقى هتحطه فيه كده. ادي واحد برافو. اتنين لا المفروض بقى ان احنا واحده واحده. انت تجيبي لي الكور انا عشان اجيب لك الكور. انا لم ده سلم تحت امرك خرابي. انا هلم لي الكور بعد كده. اقول يا اسامه حبيبي اهو اتفضل اتفضل حبيبي. شكرا شفت شكرا شكرا عشان احنا مستعجلين. ثلاثة ثلاثة أربعة ولا ارجع ورا شوية يا أسامة عشان أنت بتغش. طب وقف بس. برافو المخرج بيقول ارجع ورا. ايه هو يرجع ورا؟ انا ارجع ورا لان انا شايفه. أيوة اساسا عشان انت انا مش شايفه الحل. انت مذيعه بلا مذيعه. وهي المذيعه شغلتها تعمل كده. ادي واحد مفيش. شكرا سوري. عارف بلون بلون يمين وشمال. عيب 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 بقى عيب يا اسعاد. ايوه برافو. ايوه برافو. ثانك يو حبيبي الله يبارك لك يا رب. ايوه هو ده كده كسبان. سلام ثلاثة. هو الموضوع كان شفت تسخين بس التحية اللي جات تسخين. من الجماهير طبعا عشان تعرف بس ان جمهور بتلعبي على ارضك. جمهور زولو زولو برافو. ده خمسة كده خمسة ثلاثة. ليكي واحدة افانس. ليه ده وانت عشان كده عشان ما تظلمش نفسك يا اسامه. ما تضحيش. التضحيه والفداء حبيبي ربنا يخليك ليا. دي اللي مش هتيجي خالص بقى. شفت بقى انا عملتها مخصوص. معلش احوليت. طيب خمسه من منطقه ابعد. لا ايه ده بتهزر. طبعا ده احنا مش قادرين نمشي اساسا. احنا مش قادرين ناخد نفسنا. احنا كده تمام. وبعدين احنا عملنا فتره احماء وتدريب. فكده دلوقتي عايز اسالك سؤال. ازاي فيكتوريا كوليدج والاتحاد السكندري؟ يعني فيكتوريا كوليدج ده شكل ونمط حياه والاتحاد السكندري عيال مخلصه بقى وكده. كنت صح. بتعمل الكومبينيشن ده ازاي؟ بس بتوع الاتحاد السكندري بيني وبينك كانوا ألذ. طبعا واروش واجدع. ميزه بقى لعيب الباسكت في اي حته في مصر ملوش شعبيه. الا في اسكندريه. شعبيه تنزلي سوق تنزلي ايه ابو الكباتن. معنا احنا كنا ناشئين. سيجو يتابعونا والتدريبات والماتشات. جمهور كبير جدا. جمال في اسكندريه طول. عارف بقى كانت بالنسبه لي انا ايه بقى برضو اسكندريه المسرح طبعا.
اول ارض يعني تختبر فيها المسرحيه اسكندريه طبعا. اول جمهور يديلك صح او غلط اسكندرانيه طبعا. وفي كم مسرح في اسكندريه؟ كان في اربع او خمس مسارح على الاقل محترمين يعني. لا الكورنيش ده كان كله طول ما انت ماشي كده الابراهيميه جوه وسيد درويش ومش عارف اسماعيل ياسين وكوتا ومحمد علي اشمعنى بقى اشمعنى جمهور اسكندريه اللي كنت بتجربه دايما فيه كان دايما معروف لو المسرحيه نجحت في اسكندريه تنجح في اي حته. انا طلعت رخمين الاسكندرانيه لا زو يعني ما تضحكش عليهم وطعم النكته عندهم مختلف وبحر يود. طب ما البحر في حتت كتير قوي معرفش بس يعني انا عندي قناعه ان المساكن جنب الميه عشان كان في اجانب زمان في اسكندريه طبعا كوزموبوليتان رائعه وجمهور لا هي تركيبه الاسكندرانيه طول عمرهم برضو غير كل السواحل عارفه بقى ايام ما انت كنت بتجي لنا احنا فين كنا بقى؟ احنا بقى بنعمل ايه بقى ما انت كنت بتجي لنا اسكندريه احنا الشباب الصغير بقى الشباب الصغير كنا ناخد بعضينا ونطلع ناخد خيمه ونطلع العلمين مرسى مطروح نقعد لنا شهر في السكه ناخد القطر كان القطر يطلع من اسكندريه ياخد 15 ساعه لغايه مرسى مطروح السكه بيفرد ففي قطر جاي فنستناه 3 ساعات وكانوا بقى بيبيعوا ايه البطيخ الصغير قوي ده كانت تشتري البطيخه ب3 ساغ مثلا ب5 ساغ طعمها زي العسل بعدين ابتدينا بقى محترفين فتعرفي ان القطر بتاع مطروح ده بيعدي ما بين الجبل الرملة فلو ركبتي في اخر 3 عربيات تتردمي رملة ليش معنى؟ ما الشبابيك مكسرة؟ القطر ما هو الشبابيك مكسرة بقى لا ده قطر درجة 9 بتروحي من اسكندرية لمرسى مطروح بجنيه وبعدين القطر يعدي فالايه جبل الرملة ينزل على ما يلحق بقى يلحق اخر 3 عربيات دول فدايما يا تلاقي فيهم يا تلاقيهم فاضيين يا تلاقيهم كوحيل اللي قاعدين فيها اللي هم مش فاهمين مره لقينا ناس صحابنا من مدرسه سان مارك سان مارك دول الناس بتوع مدارس الفرنساوي بقى وكده ومعاهم بقى ايه صحباتهم جايين من بره ورايحين يفسحوهم في مرسى مطروح بوسيت وحاجات كده فقال لك الهمك كلهم راكبين قدام وهم معاهم خواجات بقى فقعدوا في اخر عربيه فبنتمشى لقيناهم قاعدين مغطين نفسهم بالكوفرتات والبطاطين يا ابني انت هو انتوا مالكم دخلتوا بقيتوا اهل الكهف كده قال لك هو مش القطر كله مردوم لا يا بابا انتوا بس اطلع يا ابني انت هو قدام فكنا نطلع بقى قبل بقى ما يبقى فيه كل المصايف اللي في الساحل الشمالي دي كان الساحل الشمالي ده بكر احلى ميه واحلى رمله وطبيعه هي مصر ملهاش زي يا جدعان ملهاش زي بص غطى الحله اللي هناك ده قال يا اخويا بقول لك عليه دارت هتلعبيها بقى وانا هشجعك تشجيع طبعا انت مدرب انا, وانت بقى أنا مشجع انا غيرت عليك هقلع المدرب وامسك المشجع خد بقى ما تقعدش تهرب مني استنى 3 5 اهو انت 5 عشان بس مش في عيني ده بعد الشر يعني عن عيني يا ريت ننشن عشان ايه احنا هننشن بحتاجها احيانا طب مش ممكن نروح نحطها هيحسبوا لنا يعني نروح كده استنى اما اعدلها لان هي محوله طبيعي لوحدها لا كويس طيب حلوه المسافه دي يعني نقرب سنه يعني نقرب حسبه 2 متر كده دلوقتي هم هيحسبوا لنا السكورات كل واحده بقى دي في اللي هو عندهم نمر بقى وحاجات المثلث في المثلث عند النمر اتفضلي انا طبعا ليديز فيرست ما بحبش الحاجات دي بتكشف جدا اهي شفت دي شكلي هحصل اليوم شكلي هحصل طب اتفضل في حد واقف ورا لا والله العظيم انت لا بتاع ده فيهم حاجة مش اوكي احنا زيرو زيرو برافو ايه ده ايه ده ايه ده دي كانت في حتة حلوة ايوه طبعا يا حليلة ايه ده ايه ده احلى جنب بعض هم اخوات يا حلولي انا 17 وانت 15 ايوه انت طبعا جاب هم اللي بيقولوا والله العظيم مش هم هيحسبوا يعني ما لازم يحسبوا لي كان يحسبوا ايه يا ما عم بكره جبني في برنامجك ادوني صفر ما فيش مشكله ها
يلا انت. مين انا ولا انت؟ انا؟ ايه ده؟ انا قلت انت بتتعزمي وهت وهتناولي البتاع. شفت بقى انا والله كانت رشقة يعني. مش أنا... مشكلة. دي جامدة دي. ستة دي بقى ستة. دي ستة في ثلاثة في 18. ستة جوه. اشيل الدارتس دي نفسها؟ اوكي اهو. انتوا حاسبين. اوكي خليهم هنا. برافو. دي كام؟ دي 19 3 دي جوه اهي. لا 19 بس. 15. لا قالوا لي 19. 641. لا 19 بس. انت اعلى مني. ليه 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 ليه؟ قال لك في الحته دي ما فيش مش بتتضرب في حاجه. هي 19 فعلا. والله الناس دول بيحسبوا على مزاجهم. انا متهيألي كده على فكره. احنا شكلنا يا ولا. ايه دي؟ جنب جنب اختها. بس دي 17. طيب 17 و19 بتحسبوا؟ واحده واحده. اتفضل اتفضلي حضرتك. حضرتك اللي بتبتديه. ليديز فيرست. فاكره؟ الحق العصفوره. طب بس غزيها جامد. غزي. بقول لك غزي. لا هعيدها. ايوه عيديها عشان ما غزتيش زي الناس. هدي بقى الحمراء. بعيدها حمراء اللي هي هتقع تاني. خلاص. لا ده قدرها قدرها. اتفضل. طب هو مين اللي كسبان؟ انت طبعا. انا اوريدي كسبان؟ عيب. طب ما خلاص بقى. بس دي بقى هتخليك في ال هروح نطيرها بقى في ال يلا في السما. يا ولا. بعاد خالص. عدوا لنا بقى. احنا بعاد خالص. عدوا لنا كام؟ الاستاذه اسامه كمال 65 بوينت. ها 75 36. شوف. لا فاهم ازاي؟ لا لا على فكره لا 65 36. انا راضيه وسعيده. عموما للذكر مثل حظ الانثيين. بالظبط. برافو. انت متعه. انت اللي متعه والله العظيم. ممتع يا حبيبي. جوه الاستوديو بره الاستوديو قدام التلفزيون. الناس ليها حق والله تبقى بتموت في برنامجك. والله والناس ليها حق تموت فيك انت وبرنامجك. مع بعض. نورتني. ربنا يخليك. وميرسي انك شرفتني بالحضور. انا اللي متشكر ليك. ربنا يخليك ليا صاحب طول عمرنا كده يا رب لحد اخر الزمان. يا رب دايما. وميرسي ليكي وميرسي لكل الناس اللي ورا الكاميرات وكل الناس اللي بتتفرج على صاحبه السعاده. حبيب قلبي اشكرك. اشوفك على خير إن شاء الله.